2 مليار دولار أمريكي وبحماية كاملة من القوات المسلحة دون المساس بهذه الإيرادات، وأيضا المحافظة على سيادة الدولة. تعليقك حول هذا الموضوع. في البداية بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد. أخي حمزة، القيادة العامة أثبتت للمجتمع الدولي وأثبتت للجنة الخبراء قبل المجتمع الدولي، اللجنة المكلفة بالمتابعة والإشراف على تطبيق قرار رقم 1970، قرار مجلس الأمن 1970، وهي المعنية، هذه اللجنة المختصة بملف المؤسسة الوطنية للنفط، يعني أصبحت لجنة الخبراء على اطلاع كامل بعد هذا الإنجاز الذي حققته القيادة العامة للجيش العربي الليبي والحنكة السياسية للقائد العام المشير خليفة بن قاسم حفتر، الذي استطاع كما تحدث التقرير وكما شاهدنا طوال السنة الماضية، استطاع تحرير المواني النفطية من كم العصابات المؤدلجة من إخوانية إلى مقاتلة إلى داعش، استطاع في فترة وجيزة أن يؤمن الحقول والمواني النفطية وأن يستمر تصدير النفط. ولكن المعضلة التي نعاني منها نحن كسياسيين وكصناع قرار سياسي أن المؤسسة الوطنية للنفط لا زالت قابعة تحت سيطرة الإخواني صنع الله، والمصرف الليبي المركزي لا زال تحت سيطرة الإخوان المسلمين والأراغوز، يعني تسمحني بهذا العذر، الصديق الكبير الذي نهب الأموال. هذا الوفاق المالي الذي نعاني منه المؤسسة القيادة العامة للجيش العربي الليبي أدت دورها بأكمل وجه، واستطاعت أن تؤمن هذه الحقول والمواني. ولكن ما بعد، نحن ننتظر قرارات مصرية من مجلس الأمن ومن خلال التقارير التي ترسل من لجنة الخبراء بالأداء الممتاز للقيادة العامة للجيش العربي الليبي بحماية المواني والحقول النفطية وحراسة حرس المنشآت، أيضا المنشآت النفطية، يعني القيادة العامة للجيش العربي الليبي قائمة بدورها بالشكل الصحيح والمناط إليها حسب الأعراف والاتفاقيات الدولية. ولكن نحن ننتظر في قرارات من المبعوث الأممي، من إحالات من لجنة الخبراء، يتم استصدار قرار بتجريم أفعال هؤلاء السراق أمثال صنع الله وأمثال صديق الكبير الذين يستنزفون أموال وأرزاق الشعب الليبي. ليبيا الآن تحتاج إلى دعم من المجتمع الدولي، تحتاج إلى قرارات سيادية من مجلس الأمن لإعادة الحق وإعادة أن ليبيا دولة مستقلة، ولا يمكن أن يتم التدخل من قبل دول بدعم أشخاص يقومون بسرقة ونهب المال العام بعد كل هذه التضحيات. يا أخي حمزة، القيادة العامة للجيش العربي الليبي، هذا الارتفاع المتواصل في إيرادات النفط واستقرار الوضع في الموانئ النفطية بحماية القوات المسلحة، برأيك هل سيحسن من الوضع الاقتصادي في البلاد أم سيظل حكر على مجموعات معينة ودعم للإرهاب، وبدل أن يذهب إلى المواطن الليبي يذهب إلى دعم الميليشيات والإرهاب في البلاد وتخريبها؟ أخي حمزة، كما تحدثت في البداية هو سؤال جوهري بالفعل، وقد نوهت على أن إيرادات النفط وهذه الصادرات لا تثبت في مصلحة الشعب. لا زالت طالما سلطة القرار بيد صنع الله وصديق الكبير وهذه الميليشيا الإخوانية القبيحة ذات الوجه الفاسد، لا يمكن أن يستفيد الشعب الليبي. نحن نحتاج إلى قرار أممي، قرار من مجلس الأمن بشأن تجريم هؤلاء، ونحتاج أيضا كما تحدثت في البداية لقرار من لجنة الخبراء، كون أن صديق الكبير ومحمد صنع الله يقومون بنهب أموال الشعب الليبي الذي من المفترض أن الخبراء بمتابعة سير عمل المؤسسة الوطنية للنفط، بمراقبة سير عمل المصرف الليبي المركزي. للأسف يعني أن صديق الكبير ومحمد صنع الله يلقون دعم من جهات غير معلومة خارجية تقوم بدعمهم للبقاء في مناصبهم، رغم كل هذه التضحيات كما تحدثت أن القيادة العامة للجيش العربي الليبي قامت بالدور الكامل وقدمت، يعني تحدثنا كثيرا أن القيادة العامة للجيش العربي الليبي تقاتل الإرهاب وتقارع الإرهاب وتقضي على الإرهاب نيابة عن العالم، ولكن نحن نحتاج هل يعني المجتمع الدولي لا يدرك أن
ان القياده العامه للجيش العربي الليبي تقاتل داعش، تقاتل القاعده، تقاتل الجماعات الارهابيه يعني ذات التسميات العديده الموجوده في الصحراء الليبيه على ادراك كامل المجتمع الدولي، ولكننا ننتظر دعم سياسي اكثر، يعني ربما يكون للحكومه المؤقته ولوزاره الخارجيه الدور الفعلي بنقل الصوره كما يجب. نحن تحدثنا منذ فتره ان وزاره الخارجيه من المفترض ان تقوم بمخاطبه لجان الخبراء، ومن المفترض ان تقوم بمخاطبه المبعوث الأمم المتحدة غسان سلامة، ولكن نحن كمطلعين على الشأن الليبي لم نشاهد تواصل سياسي من قبل وزارة الخارجية مع هذه اللجان أو مع غسان سلامة بخصوص كل هذه الانتهاكات التي تقوم بها حكومة الوفاق ومن تدعم حكومة الوفاق سواء كان صنع الله أو الصديق الكبير. نعم، أشكرك المحامي والخبير في القانون الدولي السيد محمد اللافي، شكرا جزيلا لك.